السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كاشف الغمم. وقيت الصلاة في مصر الخميس 16 فبراير 2023، 25 رجب، 1444. بإذن الله تؤذن بإذن الله. نتعرف على موقيت الصلاة على القاهرة 16 فبراير الفجر بإذن الله يؤذن في تمام الساعة 5:07. تشرق شمس القاهرة في تمام الساعة 6:34. الظهر يؤذن بإذن الله في تمام الساعة 12:09. أما العصر فيؤذن في تمام الساعة 23:00، ويؤذن المغرب على مدينة القاهرة في تمام الساعة 5:44، وتؤذن العشاء بأمر ربها في تمام الساعة 7:02. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل متحرك وساكن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الغمة. صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الرسول نجاه، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نور عيني يا تاج رأسي يا رسول الله.